سجلوا معايا مقاديره لانه حلو قوي 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 قوي. كبده عشان نشيل الزفاره بتاعتها، جنزبيل على ايه؟ على شويه خل او شويه ليمون، هيبقى معاكي الموضوع حلو جدا وهتبقى الدنيا معاكي مفيش زفاره اصلا، انت مش شامه حاجه. شويه زبده، ليمون، ثوم، كزبره، بقدونس، كمون، بابريكا، وعندي شويه زيتون مفروم، ملح وفلفل اسود، ده حاجه اكيد، وممكن نلغي الفلفل الاسود تماما بفلفل ونستبدله بفلفل ابيض. عندي ليمون مخلل مفروم ناعم جدا، عندنا شويه بقسماط للتغليف، ورق السبرينج رول برضو عشان نلف بيه نعمل الاصابع، عندي كمان بيض عشان نحط السبرينج رول بتاعنا في البيض، وبعد كده نقوم حاطين فين؟ حاطينها في البقسماط. هزين بقى او بتتقدم مع شويه مايونيز على كاتشب، شويه خس، تاكليها كده مش هتزهقي منها نهائيا 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 بمعنى نهائيا. عندي هنا الحاجات الحلوه اللي احنا هنعملها دي، نيم الكبده، هوريكم الطريقه بتاعته، سهل قوي وبسيط قوي. باخد هنا الزبده بتاعتي اللي احنا قلناها، ارجع افكركم بالمقادير ممكن ننزل لهم بيها، هنزل بالزبده بتاعتي، بياخد ده نص تشويحه لانه لسه بيكمل سوا، فين بتكمل السوا بتاعها اهو في الزيت. ايوه كده، والمقادير بتاع السبرينج رول بالكبده على الشاشه. باخد التومه بتاعتي، البابريكا، الليمون اللي ضروري منه، الليمون مخلل مفروم وعصير الليمون اللي بيديني نكهه حلوه قوي، ممكن نعملها في الكلاوي، الكمون، الملح، ولو عايزه تحطي وما تنسوش ان عندنا ليمون، فلفل اسود حطي حاجه بسيطه، وممكن تستبدليه بفلفل ابيض يبقى معاكي حلو قوي. زيت القلي عندي حلو جدا وسخن قوي وجميل قوي قوي قوي. عندي هنا الزيتون بتاعي، والجبنه بسيبها اخر حاجه في الدنيا. نودلز بتبقى حلوه قوي، ممكن تحشيها من غير نودلز يا ستي لو هي مش بتحبيها خالص، بالطريقه دي اقلبيها نص تتبيله نص تشويحه، تبقى حلوه قوي معاكي بالطريقه دي. كزبره وبقدونس شويه اهو، واخد دول بس لا اقل ولا اكتر، شويه كزبره وشويه بقدونس مش كتير، ونقلب كله مع بعضه ونحط عليهم الجبن، شويه جبنه، ونقلب كل المكونات مع بعضها. هاخد دي كده طبعا، وعندي ورق السبرينج رول اهو بالشكل ده. حلو، باخد شوية من الحشوة بتاعتي، بستناها تهدى بس وتبرد معايا، اخد شوية من الحشوة كده حلو، واجي اقفلها بالطريقة دي اهي، قفلت هنا، باجي الناحية دي هنا كده وده كده، وابتدي اقفل فيها بنفس الطريقة دي، شايفين؟ اجيب بقى البيض بتاعي هنا اعملها كده، لان انا هحتاج بيض كتير، واعملها كده في البقسماط خفيف خالص من كل الجناب عشان اتاكد انها اتقفلت معايا، وعلى الزيت على طول، يعني ما بتاخدش معانا وقت طويل وبتبقى حلوه قوي. بعملهم اجهزهم واخليهم، ممكن تخزنوها بنفس الشكل ده.